أين يبدأ المسح الرتي قرعه الطبل للإعلان عن وقت السحور؟ ولأنك عربي بينهم، قد تستغرب لإفطار بعض الأتراك بهذا الشهر الفضيل وتجتهد للمحافظة على عاداتك وطقوسك. وهذا ما فعله متطوع جزائري عندما أقام مبادرة لإطعام الصائمين، وتحديداً الجزائريين في تركيا طيلة شهر رمضان. وسنشارككم عبر هذا الفيديو أجواء المبادرة. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا هنا الاسطرون تاع افطار الصائم العابر السبيل، كل العرب كل المسلمين الصائمين وخاصه اللي زارجيريا هنايا. كما كنت تشوفوا بريباراسيون تاع لي جان ام هنا يبريباريو. الفكره كيفاش جات اختي، انه صاحب المطعم برمضان ما يشتغلش هنايا، دونك جات الفكره انه بوكو با برمضان يفطر لي زارجيريا، يعرف العرب حسنات ومساعدات وفخر لنا احنا لي زارجيريا انه هكذا نديرو تلاحم بيناتنا وكل شيء. والاطباق تاعنا الجزائريه 100% كل شيء، العمال الحمد لله. ومرحبا بكل واحد هنا عندنا اللي محتاج عابر سبيل، اي واحد يتفضل عندي. مرحبا بكم عندنا. واش حبيت نقول لاختي؟ والله الحمد لله يا ربي، اول ما سمعت بلي في كان مطعم الرحمه ويوكلوا فيه الجزائريين، انا اول واحده تطوعت، ما نكذبش عليك. والله صافي بليزير نعاونوا هنا باللي نقدروا عليها. انا مساعد تاع الشيف تاع الطبخ، نساعدو نجيب بكري نبريباري له كاع صوالح اللي يسحقهم في الطيابه تاعو، كاع يتكش عنده جورنيه كامله، ومن بعد ندور خدمتي انا لي صالات شلايد كامل ماسيدوانس، والمهم الصوالح تاع صالات قاعيتك انا نبريباريهم. كي نكمل خدمتي نعاون الاخت الثاني في التنظيف، ما نخليهاش حاصله بيان سور، باسكو رانا مادام جينا هنا يطوعوا مادام نعاونوا قاعيتك، وفي الاخر نديروا قاعده لينا. هذه هي نتلمدوا كامل الشربه منا والحمد لله يا ربي. صافي بليزير، والله صافي بليزير. السلام عليكم، صحة رمضانكم، مرحبا بكم معنا في مطعم كارديش لاريال ديز. بون حنا هاد العام الخيري الافطار صائم، رانا نستهدفو به الجزائريين، الناس المعوزة والعرب اون جينيرال، اي واحد صائم ماشي غير العرب، تونسيين جزائريين خاصة المغربيين المصريين. هنا في المطعم رانا نديرو افطار صائم لعدة ناس، ان شاء الله نكونوا قد المسؤولية. عندنا نديرو اول شيء طبق، عندنا الطبق الرئيسي لازم يكون الشربة. اوكي، هذه اول حاجه ركزوا عليها، باسكو حنا الجزائريين تاعنا يتوحشوا ماكلات البلاد بزاف. عندنا المتوم، عندنا البكبوكه، عندنا الحميس تاني لازم الحرور، شلايد، البورك، فوالا جزائري 100%. وعندنا اطباق واحده متنوعه، يعني كل يوم عندهم طبق جديد، كل يوم نجيبوا لهم حاجه جديده باسكو راهم على بالك متوحشين. عندنا دي بوات نديروا كسكس، ثاني نديروا طاجين زيتون، 27 عندنا شخشوخه، يعني الحمد لله يا ربي مش ما وش بخل علينا، وحنا ندينا نقدروا عليها كاع نديروها. انا ثاني وحده من الجزائريين اللي سمعوا بهذه المبادره ولقت استحسان عندهم. كم اسطنبول مدينه كبيره والحياه فيها سريعه، وحنا كمغتربين نقراو ونخدموا اونتون، ما يكونش عندك الوقت انك توفر لنفسك الجو الرمضاني في الدار، وحتى اذا حبيت ما يكونش عندك كل شيء، ما تقدرش توفر لي زانغريديون تاع الماكله، الجو العائلي الجو الاسري ما تقدرش توفره. دونك ما سمعنا بهذه المبادره جينا، وحتى الاتراك يسمعوا بهذا الشيء يكون عندهم فضول يحبوا يعرفوا كيفاش رانا نفطروا كيفاش رانا نمارسوا يومياتنا الرمضانيه. كي نقول لهم بلي
كاين ريستورون جزائري يوفر الاكل الجزائري ومكونات جايه سبيسيالمون من الجزائر على جال شهر رمضان. يقولنا اكيد هذا راح يكون كل يوم راح تحطوا دراهم كبار في الماكله. نقول لهم لا احنا في رمضان ما ياخذوش علينا، احنا عندنا فكره مطاعم الرحمه منتشره في كل مكان في الجزائر وجابوها نقولوا الفكره هنايا، يوليو يقولوا لنا يا ريت حنا ثاني كنا جزائريين.